أيها السادة، وعودة إلى الزلزال المدمر في تركيا والاطلاع على الوضع في اليوم 13 بعد الزلزال. معنا عبر الهاتف مراسلتنا في اسطنبول إيمان ديمرهان. إيمان، بعد التحية، لا شك أن تركيا دخلت مرحلة التركيز على رفع الأنقاض بعد توقف عمليات إنقاذ في عدد من الولايات. هل هناك مخطط إيمان عملي وجدول زمني أعلنته الحكومة ومؤسساتها لما بعد إزالة الركام الإسمنتي؟ طبعا يعني عمليات الإنقاذ ما زالت مستمرة في مواقع، ومواقع أخرى تم الانتهاء منها. بالأمس تم الانتهاء من 5 مواقع أو من 5 مدن تم الإعلان انتهاء البحث فيها. طبعا هم أدنى، شان عرفة، عثمانية، كيلس، وأضيمان. اليوم تم الإعلان عن الانتهاء العمل في مدينتين، ملاطيا وديار بكر. وأيضا قبل قليل والي هطاي أعلن أنه اعتبارا من يوم غد الأحد سيتم الإعلان انتهاء من عمليات البحث والمباشرة في عمليات إزالة الأنقاض. يعني بالمجمل يمكن القول أن هناك حاليا 8 مدن تركية تم إيقاف البحث فيها، مقابل طبعا الآن هم 11، كنا نتحدث في البداية عن 10 ولايات تركية متضررة من الزلزال. تم إضافة مدينة إلزك في الأسبوع الماضي إليها لتصبح 11 ولاية. بالتالي 5 ولايات حاليا يتم فيها العمل على رفع الأنقاض. بالنسبة للجدول، طبعا الحكومة وضعت مخطط، يعني مخطط كبير لإيواء الناس المشردين حاليا في الشوارع. هناك الكثير، أو يمكن القول آلاف الناس الآن ما زالوا يعيشون بدون خيم. مثلا في قرية أضيمان هناك العديد من القرى لم تصل إلى خيام بعد. بالتالي أولوية الحكومة حاليا ومشروعها الأساسي هو إزالة الأنقاض والعمل على بناء مساكن في أسرع وقت ممكن لتسليمها إلى هؤلاء المشردين. طبعا أيضا هناك تصريح من فؤاد أوكتاي قال أن الدولة حاليا تعمل بكل قوتها للإسراع بعملية إعادة الإعمار لإعادة هذه المدن إلى وضعها الطبيعي. هم الدولة تحاول الآن إيجاد مأوى للمنكوبين في الولايات التي يتواجدون فيها. وأشار أيضا إلى أنه تم لحد الآن تأمين 177,000 خيمة للمنكوبين، لكن طبعا هناك حاجة للمزيد لأن هناك الآلاف بدون خيام. أيضا وزير الداخلية أعلنت في آخر تصريح له أن عمليات البحث والإنقاذ انتهت في 20,000 مبنى من أصل 41,000 مبنى، يعني تقريبا نصف المباني المنكوبة في 10 ولايات تركية. الهدف كما قلت، ذكرت زميلي العزيز، هو حاليا إزالة الأنقاض والعمل بأسرع وقت ممكن على إعادة إعمار هذه المناطق. إيمان ديمرهان مراسلتنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات.